الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليال إلهي تبارك وتعالى برواقذ أوصيو ضدك أهل جناتك هل برواقة أقوين بضن نعمة أي أهل جناتك هلايا نعمة أقوين أقونا قالسا، وإن إلهي أركان تبارك وتعالى رؤية الله في الجنة مر الله علي مركي الله تبارك وتعالى سعيانا أو أركان وحي أرنتاسي إلا وسيني سابر واقع كستا أو أي جنات دحدي أهل جناتك أي كل كل مين. لذلك حديث كيس أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحاكسوغا بخاري مسلم بأيسو سارايين إلهي با تبارك وتعالى مؤمنين تأهل جناتك يو دواقي يا أهل الجنة ويري ربي تبارك وتعالى أهل جناتك مركو دواقي ربي بي ليهن لبيك ربنا وسعديك الله كو عجيبنا يكون مقلنا وحيلهي مؤمنين تويدين يا أهل جناتك مقنع ذين أو رالي من نقطين فهل رضيتم أرى المرين تيدا مكو قنع ذين مركاسي انتي يا بان أهل جناتك وحيلهن يا رب وما لنا لا نرضى أو محان رالي النقويني وحب النصيصي ما لم تعطي أحدا على خلقك يعني مخلوقات قد أبورتي وح آذن سين أو دنبت أنك نقو قاري شيء سين ربي أرالي نقوم ويني ما كاس ربي وحليه تبارك وتعالى أرنتان وح كفضل بدر كوراك سنبايدن سيا جوابت وحا إله تبارك وتعالى وح كفت في عرديب الجيران مبعوغين وح نقام قنه الله نقو قال الله إيسا صوما جوابتو مركز ربي وحليه تبارك وتعالى رالبا إذن كان قضين فلا أسخط عليكم بعده أبدا مردم ب ملا إذن عرورا يو رالي أهان شاهيقر دوشي سان دوشي نان يالي أو وإذن حلال يالي مردم عرم الله كل ميسان أنا حيك إيمانيس إلهي أديك مركز دو كار رالي النقضو وحكوين أو قفك راديا ملي سيل لغو قارا يوي مركز سؤاشو إنه ربي كويلة هذا رالي بان كان نقضي مرتبنا لغوما عرونا أيو أرنتا سحاول إيا الددال إيا جهدي باي أبا هانتاي سيل لغو قارا أيو وحاجر أسباب أرمهاس لغو قارا أيو عدي أدلتي ما دو محيطا أيو وحاقوه الرأي تحقيق الإيمان والإحسان حلقاه له إيمان طبع وحقيقة إيو إحسان. ما هو الإحسان؟ إحسانكو وأعلى مراتب الإيمان مراتب إيمان كالدرجة عقوصة الرئيسة معيتاي ومراقبة الله في السر والعلن إن إلهي عبدي يقر أدوكتها إنو كنت على علايو مركت كليقاتها إيه مركة عددك كل حجرت إنتبا حالد قرصون يا حالد موقتبا إن إلهي مراقبة يسو وقلبك أغونا مهيم سن لغونا هيلا يدرجة سواي حلاه تبارك وتعالى له للذين أحسنوا الحسنى كو إحسانك السمائي أدونك معيسا إسكسيحن إلهي كما تشيسا تبارك وتعالى إحسان بي سمائيين دذال إيو خير إيو طاع إيو وحي الله فري لي مادين محي أبا المرين تودو تاي الحسنى وناد بعير لغو أبا المرين ما هي الحسنى جنة ذواي مركز إله أنت كم تشوتين وحير وزيادة هي ديرات شنو هي وحل السودري ديرات ديرات كذي سلفا وخلفا علماء أهل السنة وحيلين وإلهي أركتدي سوايا تبارك وتعالى مؤمنين أي قيامة أركضون في الجنة وقلبك أجوه الرئي قلبك اللبات إيات كهري السودري كذا وين وإن تكد ذا شو الإخلاص في العمل وحن يرها تسمين يسو إله عدنها وقدرين حديث القدس يبا وحوها
أنا أغنى الشركاء عن الشرك. يعني وان كد يقتونا إن بن آدم يتكلتو أنا وحلا يقدر غنيبا كاهب لي تبارك وتعالى حلي هاي ألا قفكي عمل السمية من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه قفكي عمل انتو سمية اتكاليتو وحي قدر السقا يوحو السمية بأم باهني حلقا هلا مرك هذا درجة سر الدونيسو حلقا هلا إلهي إنا دوحكستو تسمينيسو عبادة عدو برح ترتو ودرجة الله بعد محايي لي إلهي بابا إنا أرنا يم قفك رجينا يم رجبا كقبا فمن كان يرجو لقاء ربه إنو بريلا يسور تاقايو حتى إنو رجاء كاقا جرتو فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عمل في عن أو صالح كعن في عدونا بريلا يمو إلهينا وحبها اللو ذا جرين عمل كاس أتسامين يسو قضب كصدحات اللغو هلا يا إلهي أرك تديس تبارك وتعالى في الجنة إخوتي الكرام محاكم ذا المحافظة على الصلوات إن الصلاة هان أتكد ذاشو شمتا صلاة اللغو فري حوشو دو مسه لنا إن الآد أتكد ذاشو قار أهان لبا الصلاة إن الآد أتكد ذاشو الصلاة دا فجر هي صلاة دا عصر اهتمام قارسي حافظوا على الصلوات بأليني صلاة الله وذا حفظية وصلاة الوسطى صلاة دحرآت وقابة وصلاة عصر واي إذن صلاة فجرك هي صلاة عصر قفك إلى آلية وقف مؤمنة صدح ذا الصلاة يكسر هرتين شك مرئين وكد ذالي محايرا لولا الصلاة فقفك وحو كتر حارد أذق واتي ففجرك إنو كعو أذان كمركو مقلو مسايد كي أصول لغيه سووي سيستو إلهم يعني هردد يوم معان مال يعني جوجل راح سو كوتي فمسه على مارك خوف إنه كسر توصو مسايد كي جماعة سو آدو وحلم ذا صلاة عصر قفك ودرجي واقذيه وحوجا أبو إسكودا إنه قيلو شدو إنه مارك عصر كمارك لغو يركعه أو سنسي معان سن هردد إنتو جوجلش كعه هذا مسايدك انتو جماعة كتو كذو يذر وعرنك لو أبقوان لبدا الصلاة ذات يرسوله قار أتنوامي عليه الصلاة والسلام لذلك الرسول كن الله لبدا قب قبو قفك تكذا دخل الجنة كمدا قفك سي وقلا يا شكينا مالي وحا جرير ابن عبد الله رضي الله عنه وحليه هاي نبيغان أكفر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قر هبين هاي آيت كنا جلوسا عند رسول الله مركز الرسول ديحي دميستر شنية طبان هذا ليلة البدر هبين كافتين كديحي آدوان يحي صحابة دي سيب الرسول كوشيست صلى الله عليه وآله وسلم وحويري ديحا اسمه اوشيدان واوشيدنا إذو كقرصون يهي ما تشيرت وضيحة سبدكو يعني وحوية كسوة تشيرة إفتين كيسو يعني وحوية وضا موقضو ما يسكو عريرين إيسان إنا العركتان ما يسمد عصوحيو قفوال بس يفضد بواركين رسول كحير السيدة السوكالي بد ربكين أواركيسان إنكم سترون ربكم ربكين بس سوكالي أواركيسان ما ننك قيامة هوي مركز رسولك وحور راعي صلى الله عليه وآله وسلم حدد أودان إن إيسان إذن كغالب نقل إن لبس صلاة إنا كد ذا شان السمية والصلاة قبل طلوع الشمس قرح ذا إنتين صابع كار إيه وقبل غروبها قرح ذا إنتين صابعين وفجر كي عصر كوان لذلك ابن جرير بن عبد الله وحو أخريي وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يا ترى ما حيث الى قد كد حي الهي بد اركيسان يلا بدن صلاهات كد دالا او اسم حواي وحا سكيري ابن جرير وحليه هي الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عليه وحليه هي تلمان با كجرت فيه اشاره وحا لو تلمامايا
labadan salaadood shaanigooda iyo qadarka ay leeyihiin baa la rabaa in lagu dareen siiyo maxaa yeelay waa ashrafu salawaat waay shanta salaadood labada salaadood ugu sharafta badan leh waay sida uga buu leeyahay ibn alxaafid ibnu rajab waxay kale culimmadu leeyihiin munaasabada ku jirta in labada arrimood ee waaweyn la isu keeno waxa weeyaan ahlu jannaadka markay jannada galaan waxa ugu qiimaha badan ay helayaan waa ilaahay tabaaraka wa tacaala aragtidiisa tayib ashraf maa fi dunyaa adduunyada camal la qabtana waxaa ugu sharaf badan labadan salaadood qofku uu tukado ku dadaalo camal adduunka la qabto labadan ugba lidaalika laysu raaciyey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam oo arrintaas u tanbiihiyey qodobka kaleeto ee lagu mudanaayo ilaahay tabaaraka wa tacaala aragtidiisa maxaa yeelay marka leenahay ilaahay aragtidiisa adiga walilaahi almathalu alaclaa haddii dad agtaada qiimi badan kale lagana yaabo weli labadii ku dhashayna ka soo qaad labadaadii waalid adigoo nin weyna baadan weligaa arag labadaadii waalid calaa sabiili almithaal haddii lagu yidhaaho maanta waxaa marti kuu soo noqonaya labadii ku dhashay weligaana aadan idha ka qaadin see dareemi leed shawq iyo hilow iyo kalgacayl famaa baaluka khaaliqu lkowni darajo aad u sarraysa waay lidaaliku rasuulka calayhi afdalu salaatu wasalaam waxaa sugnaatay ducooyinkiisa qayb ka mid ah waxay ahayd ilaahow ladata annadari ilaa wajhika alkariim ilaahow nagu irsaaq wuxuu leeyahay ataa ibnu saa'ib saxaabiga taabiicigaas raxmatullaahi tacaala calayhi aabihii buu wuxuu ka warinayaa wuxuu yidhi maalin baa waxaana tujiyey camaar ibnu yaasir radi allaahu canhu camaar baa imaam loo noqdo salaadna tujiyey markaa salaadii buu khafiifiyey wuu soo gaabiyey salaadii wuu fududeeyey dadkii ku daba tukanaya waxay yidhaahdeen camaarow salaadii waa khafiifisay waa gaabisay markaasuu wuxuu yidhi salaadda dhexdeeda waxaan ku ducaystay duco aan nebiga ka maqlay calayhi afdalu salaati wasalaam intuu intaa ku yidhi buu iska tegay markaasaa nin dadkii ku dhex jiray camaar dabagalay oo raadsadoo raacay waa ka daba tegay wuxuu yidhi camaarow ducadan maxay ahayd aad salaadda darteed u soo gaabisay oo aad tiri nebigan ka maqlo salaaddan ku dhex ducaystay camaar haddii la weydiiyey su'aal cilmiya waa soo laabtay dadkiibuu u soo laabtay ducadiibuu u sheegay marka waxaan ku dhex ducaystay salaadda dhexdeeda ducadaas aan nebigana ka maqlay ilaahow bicilmika alghayb wa qudratika cala alkhalqi axyinii maa kaanat alxayaatu khayra li watawaffanii maa calimta alwafaata khayra li duco dheer bay ahayd waxaa ka mid ahayd ilaahow waxaad igu irsaaqdaa ood isiisaa ladata annadari ilaa wajhika alkariim wejigaaga inaan ku qabowsado ishaydu ku qabowsato wejigaada kariimka ilaahu arrinta igu irsaaq oo rabbiow arrinta ha iga qadinin nebiga ka maqlay isagoo ku ducaysana u yidhi idan marka inaad ku ducaysato ood ilaahay had igor barido weydiisata arrintaa waxaa suuragala inaad la kulanto saacatu ijaaba ah oo ilaahay intuu ku waafajiyo lagaaba aqbalaba barina aad hesho ilaahay tabaaraka wa tacaala wejigiisa inuu ku tuso ku waafajiyo waxaan shaki ku jirin munaafiqiinta iyo gaalada in laga xijaabaayo ilaahay tabaaraka wa tacaala aragtidiisa inaysan helaynin ee laga xijaabaayo ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna waafajiyo rabbi hayna waafajiyo aragtidiisa inaan helno jannada dhexdeeda ilaahay camalka ha naga aqbalo rabbana taqabal minna innaka anta samiicu alcaliim watub calayna ya mawlaana innaka anta tawaabu raxiim watawafana wa anta raadin canna allahuma tawafana wa anta raadin canna allahuma ina nas'aluka ladata annadari ilaa wajhika alkariim allahuma ina nas'aluka ridaaka walijanna wanacuudu bika min sakhatika wannaar wasala allahuma cala muxammadi وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر